أنا مواطن مصري، اسمي نور محمد عبد المطلب، مقيم في المغرب من حوالي 30 سنة. يعني أنا دلوقتي يعني حالي بحال المغاربة، ولما شفت مولانا وهو بياخد اللقاح يعني ربنا يا رب يديله الصحة ويبارك لنا فيه يا رب، يبارك لنا. هو اللي هزز الشعب المغربي، الله يخليه ويطول لنا في عمره. أنا ماليش دعوة برؤساء العالم، مولانا أنا هو الملك ديالي، لأن أنا عايش أنا هنا في المغرب، ربنا يا رب يخليه ويطول لنا في عمره. الرؤساء التانيين يا أخويا الله يعاونهم، الله يسهل لهم، أنا ماليش دعوة بيهم، اللي دعوة بمولانا فقط لا غير. طبعا 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 الله يديله الصحة ويخليه لينا يا رب. والله هو دلوقتي أنا عندي 82 سنة، يعني إن شاء الله بعد الدكاترة هذول أنا هندير اللقاح إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أنا دايما لما بشوفه بفرح، لأن هو اللي راعينا وهو اللي ستر علينا، والحمد لله، اللهم نحمدك ونشكرك يا رب.